قدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات رئيسا ومديرين وأعضاء وموظفين بخالص التهنئة للكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان لفوزه بمقعد نقيب صحفيين. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد النصفين لنقابة صحفيين قد أعلنت فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بواقع 2810 أصوات، بينما حصل منافسه رفعت رشاد المنافسة على ذات المقعد ب 1585 صوت.